سي حسن مين جيتي؟ جيت من منطقة النواحي العرايش، العمالة في العرايش. العمالة في العرايش، شمن جامع عبد الله؟ السبت من قرفات. السبت من قرفات، علاش جيتي هنا؟ جيت كنقلب على ولدي هذه شي 15 يوم دابا ما خرج من الدار وما عرفتوش فين مشى، واش حريق واش باقي واش داوا سيبه في شي بلاصة أخرى. شحال السن ديالو؟ السن عنده 15 سنة. كيقرا؟ كيقرا باقي كيقرا في السبعة. في السبعة. هو اسمع الدراري في الحومة كيقولوا يلاه نحرقوا ينحرقوا، هذاك الشيء اللي سمعت تبعهم تبعهم، هما السن كبيرة شدوهم صيفطوهم مني من الليل جاو الدوار، قالوا لي وداك راه مطلقوه تما، ولا عيط لي ولدي أنا قال لي أنايا في نيدا، وما شتي بقيت كنقلب عليه باقي ما لقيتوش دابا. شحال هذي أنت كتقلب عليه؟ ودابا من نهار الأحد وأنا كنقلب عليه. من نهار الأحد وأنت هنا؟ من نهار الأحد أنا كنهود كنجي نقصر صغير كنهود من طنجة، كنجي من باب السبتة كنهود من طنجة. ودابا واحد شي ورا داك اللي اتصل بيا على شي كنشبرهم بيت مع واحد الدري هنايا، هو قال لي جينا عندي باس معايا، دابا انا باس مع هنايا فهمتي، قال لي تشوف ولدك واش كاينه ولا ما كايناش، ما دابا ما لقيناش اللي ساعدنا. انا التصاور ديالنا كنجن هنا كنشوفوا في الكير انا هما الدري الحراقه صغار نوالي وما كيبغوش يساعدونا، كنشوفوها ولادنا المشكل هو كيشدوهم الامن الوطني، دابا كيبعدوهم دري صغار ما كيدوهم لا دار خيريه ولا كيرحلوا كيرحلوهم المدن ديالهم، كيسقسوهم الى والديهم مشكله. احنا هما في بابهم فين هما بابنا هنايا كلشي كيتشكى على ولادو، ما كاينش شي واحد اللي يقول لك واخا نشوف لك ولا اسميه شي واحد ولا تشب، هو ما يقدرش يقول، هو اصلا في وسط الكار ما يقدرش يقول لك انا با انا مشبار. سي حسن شنو السبب اللي جعل انه ابنك يفكر لانه مازال صغير انه يحرق؟ علاش؟ لا ما هو ما عارفش الحرق مره، لان الحرق ما عمره سمع به، سمع ديك الدري في الحومه كيقولوا الحرق، هو ما على بالوش الحرق. هو شافوا داكشي في الفيسبوك؟ هو شاف داكشي، لا ما باقي ما شافش الفيسبوك، باقي ما بينوش هذا، كنخرج هو دابا راه 15 يوم. قبل هذه الحمله المسمومه؟ قبل من الحمله اللي هما نشروها في الفيسبوك، هو خرج قبل من هيداك دابا. دابا انا في هذه الحمله هذه قلت ان شاء الله نحصلوا شي هنايا، دابا كنشوف الكيران خارجين ما كاينش اللي يعطيك المعلومات ديالو. هو الشيء اللي ما نقول لك اخويا ديالي الله ماشي اثر فيك؟ وماشي اثر فيك، في واحد الانسان ابنه شحال هو يربي فيه، واحد الساعه يمشي يدي لك المخزن الامن الوطني يسيبوا في واحد الخلا، هو ما عارف شيء، راه ماشي حق هذا الشيء، ماشي قانوني مره تمام. انت ما تاكدتيش انه الدواء سيبوه ولا باقي ولا اصلا ما وصلش هنا ولا مشى شي بلاصه؟ عيط لي واحد مره قال لي انا في مني من نهار الاربعاء وقال لي انا غادي نرجع نفني ذاك با، قلت له لا ما رجعش يا برا الحمله تما عندك يضربوك، دابا ما عرفوش واش شبروا ولا ما شبروش. انت لحد الساعه ما عارفش دابا؟ دابا ما عارفش، انا كنشوفوا الدراري الحراقه كيشبروهم بزاف مع الطريق في الغابه، من هنايا الحراقه اللي هنا كاملين كيشدوهم الدراري، ولاد الحومه كيجبروا في الحومه كيقولوا اش كدير ما عندكش البطاقه، يقول له طلع يلا صيفطوه مع الدراري، اي الحمله كيشدوا دابا كلشي كيبغي يبعدوهم عليهم وصافي، واخا والديهم من هنا كيطيشوا عليهم ما كيعطيوهم شي تا ما كيردوش عليهم والو، ما كيعطوهم حتى شي قيمه، ما راه صافي شدوهم صافي الله يعاون دري صغار، هما اصلا بحال اللي يعني بحال اللي مغادرين، علاش انو ما جاوهم هنايا مثلا وهاد الحيحه وكذا، والحيحه راه دري صغار ولا 16 سنه هذه يعرف الحيحه ويعرف المخزن ولا يعرف الحريق، خاصو الانسان يقدر الظروف شويه يشدوا ولاد الناس من دار خيريه ويعيطوا لام والديهم، واللي ما عندوش والد الله يحسن العونه والناس الله يسهل. عنده تليفون؟ لا باقي ما عندوش تليفون، لا باقي ما عندوش تليفون، هو باقي صغير فهمت. سي حسن شنو رسالتك لولدك من هذا المنبر؟ رساله لولدي الا كان باقي هنايا يجي بحالو الدار، ما خاصنا صداع ما خاصنا مشاكل، ولا بغى يخدم ندبروا الخدمه، الا بغى الا كان خاصو يمشي اسبانيا خاصو يمشي واحد هذيك يعني الخطر ديالو وجا حمار، مش الانسان يمشي يغامر براسو راه شي قاصح بزاف، تبقى تربي في ولدك شحال واحد ساعه سمح فيها، حنا ما بغيناش نسمحوا في ولادنا، نقول لك هو مشى يحرق خلى دب راسو، باقي صغير شاي مشى يحرق، وهاي مشى يخدم هو مشى يخدم خليه مشى يخدم، انا باقي صغير ما خصنيش نخرج من الدار، انا ولدي انا باقي مسؤول عليه، باقي نخدم عليه، باقي عنده خوتو، باقي عنده الام ديالو،